السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا زي ما أنتم عارفين اللي احنا بنقدم خدمة وهي التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها. طبعا احنا في كل فيديوهاتنا بنعرض التفاصيل وطريقة التقديم لأي منحة، وكمان بالإضافة لو أنت محتاج مساعدتنا ممكن نقدم لك لأي منحة أو فرصة أنت عايزها بمبلغ بسيط جدا يتراوح ما بين 10 إلى 30 دولار. ولكن بقى إن شاء الله مفاجأة اليوم، وهي إن احنا نختار 10 أفراد هيتم اليوم التقديم بشكل مجاني بالكامل. هيتم اليوم من الابليكيشن، عمل خطابات النية، السيرة الذاتية، يعني كل شيء هيبقى ليك بالكامل. ما عليك بس ان انت حضرتك هتوفر لنا الاوراق بتاعتك والملفات بتاعتك وكل البيانات والتفاصيل عنك، واحنا هنبدأ نعمل لك كل حاجة ان شاء الله. طيب بالنسبة لمرحلة الاختيار، احنا هنعمل زي قرعة لوتري، تمام؟ هيتم فيها الاختيار العشرة دول، وعشان حضرتك تنضم للمسابقة دي كل ما عليك اللي انت هتعمل لايك للفيديو ده وهتكتب كومنت بيحتوي على المنحة اللي انت عايز تقدم ليها بالإضافة للبريد الإلكتروني بتاعك، لأن من خلال البريد الإلكتروني بتاعك احنا هنقدر نتواصل معاك وبالتالي هنقدر نعلمك إذا انت كنت من الفائزين. فأتمنى من كل الناس اللي حابة تشترك في المسابقة دي أو اللوتري ده ان هم يكتبوا كومنت باسم المنحة اللي هم عايزين يقدموا ليها ويكتبوا للبريد الالكتروني بتاعهم. اما بالنسبه للناس اللي تواصلت معانا بهدف التقديم ليهم بمبلغ اللي احنا قايلين عليه، فطبعا ما يسمحش ليهم ان هم يعلقوا على الفرصه دي. ده الفرصه دي هتكون متاحه فقط للناس اللي ما تواصلتش معانا او ما قدمتش من خلالنا لسه. وان شاء الله باذن الله يوم الاثنين الساعه 12 بالليل بتوقيت القاهره يتم اغلاق التقديم لهذه الفرصه، ويوم الثلاث اللي بعده مباشره الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله هننزل بوست على قناتنا على اليوتيوب وجروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك هيتم فيه نشر اسماء العشرة الفائزين واللي هيتم اليوم التقديم بشكل كامل. اتمنى لكم التوفيق في المسابقه دي، وزي ما قلت اوضح تاني ان تعمل لايك فقط، وبالاضافه كمان تكتب كومنت يحتوي على اسم المنحه اللي انت عايزها والبريد الالكتروني الخاص بيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.